اللهم صل وسلم وزيد وبارك على النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، مرحبا بكم في هذه الحصة الطيبة المباركة، حصة رمضانية إن شاء الله. راح تكون اليوم حصة مميزة، ليست كمثيلاتها وليست كسابقاتها، لأن اليوم راح نراجع الثورة الجزائرية، وأعتقد أنها المرة الأخيرة التي نعود فيها إلى الثورة الجزائرية. أنتم تعلمون أن القضية الفلسطينية يدور حولها كلام كثير هذه المرة، خاصة بالنسبة للشعب العلمية. القضية الفلسطينية يدور حولها كلام كثير. ما تقولوش راني نرشح ولا نقترح، ولكن حسب ما اطلعت وحسب ما يعني لازمنا نزيد نركزوا شوية على القضية الفلسطينية والثورة الجزائرية، لأننا بعدنا عليهم. أما بالنسبة لشعر المنفى، بالنسبة للأدبيين، الحصة القادمة ستكون لشعر المنفى. شكون الأدبيين اللغات يرفعوا يديهم؟ الحصة القادمة ستكون لشعر المنفى، سنعيد فيها ما بدأناه، وسنحاول قدر المستطاع أن يكون لنا كلام فيه. صلوا على رسول الله. حصة جاية يوم الاثنين. البارح للأسف الشديد كنت في ولاية مستغانم في أقصى الغرب الجزائري، واليوم كنت في ولاية طرف في أقصى الشرق الجزائري. كنت من مريت من مستغانم حتى طرف حتى تونس، حدود تونسية. درت لهم دورة من أروع ما يكون، والحضور كان قوي ومميز والحمد لله. صح، لازم يصنعوا الحدث. لا عادوا مش من هذا الفوق. الجدد يجوا لو 26 افريل الدوره، لو 26 افريل الدوره على الزوج. قول لهم لو 26 افريل الدوره على الزوج من الزيرو، سينو جو قدوه. فوش تاع قدوه؟ هذا فوش ما مصطفى، مصطفى هذا فوش ماشي ما يقدروش. قول لهم ما تفهم والو، ماشي بعيد، مش سجيات هذا، خلاص هذا فوش درام راح يكمل. مش مسجيات تحسبوا وما لنا شوف الناس تعتقد كيقول لك سجيات يحسبني راح نبدا نفهم. ايش انا مش فاهم، ما يقدرش يفهم، ما يقدرش. بالعكس واحد كي يدخل عندك في هذه الوقت من السنه وما يفهمش يطيح له المورال، يقول لك شنو هي ما قريناش، يحس روحه ما قراش مسكين. نفتح الان صفحه 12، صلوا على رسول الله. الان دائما النص موجود في كتاب المراجعه النهائيه لمن اراد الحصول عليه، وموجود ايضا كتاب في مجله المراجعة النهائية بالمواضيع المختارة. هذا خلاص، هذا انتهى من السوق أكيد أكيد. نفتح صفحة 12، ولكن يا جماعة قبل ما نبدأ سأختبر قدراتكم في بعض الأسئلة. الهدوء التام، واجدين يا جماعة؟ بسم الله. يلا يا جماعة، سأختار شخصا، من يعرف؟ قول لهم اعطونا الهدوء من هنا. قول لهم شكرا. صح. الان اهم ما سابدا به هذه المره، اولا راح ندير لكم تيست قبل، تيست سريع. مريم، عرفي لي الشعر السياسي. هو شعر نوم شعري. متى ظهر؟ ظهر في العصر الحديث. يتناول مواضيع سياسية مثل ماذا؟ استعمار، استبداد، قضية الفلسطينية، قضية الجزائرية وغيرها. أيضا إذا طرح عليك سؤال، هذا السؤال عنده احتمالين. إذا قال لك في الشعر السياسي إلى ماذا يدعو الشعر مثلا؟ إما يدعو إلى الثورة، وإما يدعو كذلك فضح سياسة الاستعمار، فضح السياسة الاستعمارية، ويدعو كذلك إلى يبرز معاناة الشعب الفلسطيني مثلا، يبرز معاناة الشعب الفلسطيني. ولكن هنا راك خرجت على السؤال، إلى ماذا يدعو؟ الثورة أو السلم بالنسبة لمحمود درويش في بعض الأحيان. يدعو إلى الثورة. لماذا يدعو شعراء الشعر السياسي إلى الثورة؟ أن الحل الوحيد لنا الحرية. جيد، هذه واحدة. اثنين، السؤال الموالي، بمن يفتخر الشاعر بالدرجة الأولى؟ أي قضية تتكلم عن الشعب الجزائري تتكلم على الشعب الجزائري تفتخر بالشعب الجزائري، لماذا؟ لأنه شعب عظيم قاوم الاحتلال، الشعب العربي الوحيد الذي قاوم الاحتلال. كل هذه التفاصيل موجودة في هذا الكتاب. أمين يا جماعة؟ موجودة هنا. لأن المجلة ما فيهاش دروس، ولكن الكتاب الأصفر ولا الأخضر فيه هذه التفاصيل. من يفتخر الشاعر مرة أخرى؟ بالعرب. لماذا؟ لأنهم ساندوا الثورة الجزائرية. جيد، في محنتها.
بمن يفتخر الشاعر مرة أخرى؟ بالوطن. كاينة طاولة عند الباب إذا كان يمكن دبراسك. بمن يفتخر الشاعر بالوطن؟ لماذا؟ لأنه وطن عظيم قوم الاحتلال. صح. عندنا موقفين للقضية الفلسطينية. ما هي الموقف؟ موقف مساندة وموقف خذلان. جيد جدا. قبل 1973 كان ماذا؟ المساندة، لأن العرب خاضوا حروب كثيرة ضد إسرائيل، وبعد ذلك أصبح موقف الخذلان معروف. جيد. أعطوني، لما الشاعر يدعو إلى الثورة ويوظف ألفاظ عنيفة ما تسمى بالألفاظ التحررية، ما هي النزعة هنا؟ نزعة تحررية. أعطوني، إذا ما عرفتش جنسية الشاعر فما هي الطريقة وما هو السبيل لمعرفة النزعة؟ معناها أنت مثلا لقيت شاعر من بلاد أخرى يتكلم عن الجزائر، ما هي النزعة هنا؟ قومية. ولكن إذا شكيت في النزعة قومية ولا وطنية، شنو هي الحاجة اللي توري لك كلمة الوحدة أو الوحدة العربية أو موضوع الوحدة العربية أو موضوع العروبة؟ العروبة والوحدة العربية. أعطوني الآن المظهر الأساسي في الالتزام. نحن توظيف ضمير نحن، ممتاز. المظهر الثاني اقتراح حلو، النزعة القومية أو الوطنية وغيرها. صلوا على رسول الله. اليوم سنتكلم على موضوع جديد في الثورة الجزائرية، موضوع بكالوريا 2016 شعبة الأدب والفلسفة. هذا الموضوع بطبيعة الحال موضوع مميز جدا، مميز جدا. لماذا؟ بما يحمله من أفكار، في أفكار قوية جدا. راك معايا ولا لا؟ هذا الموضوع احنا كنا قد تحدثنا، قلنا أن الجيش الجزائري قاد عدة معارك ضد الجيش الفرنسي، من بينها معركة الجرف المشهورة في الشرق الجزائري، معركة عين الزانة جات في الباك، معركة أحمر خدو، راك معايا وكش معايا؟ والمعارك الكبرى مثلا المعركة اللي قادها الأمير عبد القادر، معركة خنق النطاح التي أجبرت الجيش الفرنسي، ومعركة واد المقطع التي أجبرت الجيش الفرنسي على التفاوض. هذه المعارك ربما قد تجدونها في الشعر السياسي الثوري أو الشعر السياسي الملحمي، لما الشاعر يتكلم على تلك الثورة ولا تلك المعركة ويجسدها. تقول لي أستاذ أين تدخل فكرة الفخر بالثورة؟ تدخل فكرة الفخر بالثورة في الفخر بالوطن. يخي قلنا الفخر بالوطن وأمجاده. ما هي أمجاد الوطن؟ قد يتكلم الشاعر عن نوفمبر فيقول نوفمبر غيرت مجرى الحياة وكنت نوفمبر مطلع فجري، ويقول كان وهما وكان حلما بعيدا أن نناجيك يا نوفمبر عيدا. أما بالنسبة للثورة فالشاعر قد يتحدث عن الثورة وهي مأثرة من مآثر الوطن العظيمة جدا، يعني ما حجم من أمجاد الوطن. مثلا كأن يقول شاعر، أستاذنا الكريم لباس، كأن يقول شاعر واروي عن ثورة الجزائر للكائنات والأفلاك ذكرا مجيدا، ثورة لم تكن لبغي وظلم، جاءت لتفك القيود. إذن حديث الشاعر لا يقتصر فقط عن الوطن، بل قد يتوسع ويذهب إلى أمجاد الوطن ومآثره، كنوفمبر، كالمعارك التي قادها الجيش الجزائري، معركة عين الزانة ومعركة الجرف اللي احنا قرأوا عليها اليوم، وهي معركة طاحنة انتصر فيها الجيش الجزائري، ويقال أنه قد سقط في ميدانها أكثر من 700 جندي فرنسي، يعني خسائر. هذه المعركة التي احنا قرأوها اليوم، ديروا حسابكم بلي المعارك معروفة. المعركة اللي احنا قرأوها اليوم معركة مهمة جدا. قولوا لي علاش؟ لأنها نقطة تحول فاصلة في تاريخ الثورة. قولوا أستاذ احنا أدب عربي كيف نقرأ؟ نعم، لأن النفسية تاع الجزائريين تغيرت من السلب إلى الإيجاب، وتغيرت من هذا العدو الذي لا يمكن هزيمته إلى إمكانية هزيمة هذا العدو الغاشم. يمكن عادي قاع، فهمتوني ولا لا؟ إذن يمكن هزيمة هذا العدو، هذا أمر عادي جدا، متفاهمين ولا لا؟ وغيرت نفسية الجيش الفرنسي. علم الجيش الفرنسي يقين أن الجيش الجزائري الحديث التكوين الذي تكون منذ بضعة أيام أو تدرب، ولكن كانت عنده خبرة في الحروب العالمية، معلوم أن فرنسا كانت تدير تجنيد إجباري، يعني علم الجيش الفرنسي أن المسألة ما هيش لعب، ما هيش حرب عصابات كما تدعي فرنسا، إنما المسألة راح تأخذ أبعاد خطيرة وبعيدة جدا. صلوا على رسول الله. يقول الشاعر، نبدأ؟ نعم. من هو الشاعر؟ محمد شنبه. معروف محمد شنبه، شكون اللي ما يعرفوش؟ من أين هذا؟ جزائري. مكتوبة جزائري مش مكتوبة؟ معروف.
حتى وإن لم تكن مكتوبة هو معروف. خلاص تمام. يقول شاعر غنى غنى فأط. وشكون ما عندوش كتاب؟ جميعا عندكم اثنين اثنين معليش. غنى المعلومات كلها موجودة هنا. دائما أذكر محظوظ جدا من تحصل على كتاب المراجعة النهائية. شكون ما داش؟ ما تبدأوش لا أصفر لا قاع عندكم قاع عندكم المجلة المجلة خلونا يا جماعة توما حافظين الميم. أنا عارفكم حافظين الميم وتعيطوا للشر ما عدناش وتعودوا فيهم في السوق. أنا نقول لكم أنا نقول عارف. صلوا على رسول الله. يقول شاعر غنى غنى الشاعر فرحان مبتهج غنى فأطرب بالآمال شادينا. أطربنا بماذا؟ بالأمل مش بالأغاني. وشادينا هو مغنينا. غنى فأطرب بالآمال شادينا وأرشد المدلج الحيران حادينا. يعني المدلج هو الذي يسير ليلا. معناها الذي يسير ليلا هذا بنوا الطريق وأصبحت الطريق واضحة جدا. تأمين يا جماعة. صلوا على رسول الله. غنى فأطرب بالآمال شادينا وأرشد المدلج الحيران حادينا وذاع لي. يعني الشعب الجزائري كان يمشي في الصحراء وهو تعبير مجازي هنا. شوف الصورة هذه معناه مش عارف طريق ولكن منذ معركة الجرف ورتنا الطريق وعرفتنا بلي هذا الطريق هو الطريق الصحيح الذي نسير فيه الآن. هذا هو الطريق الصحيح. غنى فأطرب بالآمال شادينا وأرشد المدلج الحيران حادينا وذاع للسر صوت في حواضرنا وشاع للحق صوت في بوادينا. إذن ذاع السر بأن فرنسا انهزمت هزيمة كبيرة وأن الجيش الجزائري يعني انتصر انتصارا مكينا. بعد قالك شاعر تحقق الأمل المنشود. تحقق الأمل. تحقق ماذا يا جماعة؟ الأمل. الأمل خطأ صحوه. تحقق الأمل المنشود وانطلقت. تحقق ماذا يا جماعة؟ الأمل انتصار البشرى. يعني تحققت البشرى وتحقق. شاعر علاش راه فرحان بالانتصار في معركة ماذا؟ الجرف التي تكبد فيها الجيش الفرنسي خسائر فادحة. تحقق الأمل المنشود وانطلقت كتائب النصر من أعلى روابينا. وانطلقت ماذا؟ الجيوش إثر الجيوش من أعلى روابينا. ومسألة روابينا مفردها رابية والرابية هي الهضبة والجبل. لأن ثورتنا لأن ثورتنا ثورة جبال. ثورتنا ماذا؟ ثورة جبال. وهذا مسألة الرابية مش جديدة. تجدون عند مفتي زكريا أنا ابن الجزائر من أمة على دمها تصعد الرابية. تلقاهم عند محمد صالح باوي يتكلم عن الروابي أنهم نفتخر بالروابي وبالجبال. من جبالنا طلع صوت الحق. إذن راكم معاكش معايا مسألة الروابي هذه ليست بالجديدة. إذن تحقق الأمل المنشود وانطلقت كتائب النصر من أعلى روابينا وآمن الشعب. عودوا لي يا درجان. بماذا آمن يا جماعة؟ أن المجد أن النصر تصنعه بالاتحاد والرشاش. عيدين شوفوا المسألة. الشعب اقتنع. الشعب عرف. الشعب علم أن ما أخذ لا يسترد إلا بها. بارك الله فيكم. أن فرنسا تكذب وتخدع فيقول يا فرنسا كفى خداعا فإنا يا فرنسا قد مللنا الوعود. إذن هذا مش حل. ويقول شاعر يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وقت النضال السياسي انتهى. الآن رانا ندخلنا في مسألة جديدة الآن وطويناه ماذا؟ يعني انتهى وقت الكلام والنضال السياسي والمعاتبة وفرنسا علاه وفرنسا بليز خلاص هذا الكلام. وجاء وقت الحرب والنضال الراس يطير والدم للركبة على بالكم بها كان ولا كانش. وآمن الشعب أن المجد تصنعه. عودوا هالي. وآمن الشعب أن المجد تصنعه بالاتحاد والرشاشين. بان بعد سقسيك نقول لك بماذا اقتنع الشعب الجزائري؟ بماذا آمن الشعب الجزائري؟ تقول لي أن ما أخذ بالقوة. إذن النضال السياسي سقسيكم سؤال هل الشعر السياسي يؤمن بالنضال السياسي؟
أم بالنضال العسكري أم بهما معا؟ بالنضال العسكري أم سياسي؟ أحسنتم، العسكري وفقط. وهذا المشكل كبير شائع جماعة، تخلط بين مادة الاجتماعية ومادة الأدب. النضال العسكري وهو الجواب جاي. فما السياسة أجدت في مطالبنا؟ ايش معنى هذه؟ ولا الشكاوى أفادت عبر ماضينا. هل أفادت الشكاوى؟ فما السياسة أجدت في مطالبنا؟ ولا الشكاوى أفادت عبر ماضينا؟ إن السياسة أوهام مضللة. ما بماذا اعتبر السياسة؟ أوهام. يجمع قال لكم السياسة أوهام مضللة يا طالما أشغلتنا عن مرامينا. يعني أن العمل السياسي قد عطل وعرقل الأهداف وعرقل مسار الثورة. وأنتم تعلمون أن الشعب الجزائري جرب الحلول السياسية ابتداء من تيار إدماج وتيار إصلاح وتيار استقلال وحركة انتصار حرية ديمقراطية وحزب نجم شمال أفريقيا وحزب الشعب. كل هذا النضال السياسي أفضى إلى نتيجة واحدة وهي العدم. خرج بنتيجة واحدة وهي الصفر. واقتنع الشعب الجزائري بعد مجازرة 8 مايو بما تعرفونه. وإن السياسة شوفوا القصف العشوائي. إن السياسة أوهام مضللة يا طالما أشغلتنا عن مرامينا. يا طالما أشغلتنا عن مرامينا. يا طالما أوهنت قوى جماعتنا. وهنا ماذا يقصد؟ يقصد الأزمة التي حدثت، أزمة حركة انتصار حرية ديمقراطية والفتنة التي حدثت. إذا السياسة أفسدت المسار وأحدثت فتنة بين الإخوة، فهمتوني ولا لا؟ يا طالما أوهنت قوى جماعتنا وشتتت أحرار وادينا، وكم أضعنا من الأوقات أثمنها، ضيعت الوقت، وكم لعبنا ولهونا فهل كنا مجانين. شوفوا السؤال، هذا الاستفهام الذي طرحه الشاعر إنما هو استنكاري يمت ويدل عن حزن شديد. قال لك شو كنا نديره يا جماعة؟ كنا نلعبه لما كنا نديره في النضال السياسي. لو أن الشعب الجزائري دار ثورة في العشرينيات والثلاثينيات يا حصراح كرة حصار، ولكنها ظروف، ولكنها ظروف وقضاء وقدر. وهو كذلك، لربما كان قد تعطلت هذه الأشياء ل أسباب يعلمه إلا الله. فهمتوني ما سألتوش؟ إذن يا طالما أشغلتنا عن مرامينا، وش قلنا نقوله؟ وكم لا أضعنا من الأوقات أثمنها، وكم لهونا فهل كنا ماذا؟ مجانين. كم لهونا فهل كنا مجانين. نواصل يا جماعة. الله أكبر، الله أكبر، لاح الفجر وانبعثت أنغام ثورتنا الكبرى. هاي دخلت 54، دخلت ماذا هنا؟ الله أكبر، لاح الفجر. والفجر تعلمون على ماذا يدل؟ يدل على شفت كيف يا جماعة؟ الفجر يدل على الحرية، والليل على ماذا يدل؟ والليل ينقضي بماذا؟ بالفجر. تعلمون أن الفجر يدل على الحرية. الله فجر، الله أكبر، لاح الفجر وانبعثت أنغام ثورتنا الكبرى تناجينا. لبيك شعري يلبي شعري، ماذا يفعل؟ يلبي. لبيك يا ثورة الشعب. ثورة من؟ ليست ثورة الساسة، وليست ثورة أشخاص أو جماعات أو مجموعات، إنما هي ثورة من؟ لبيك يا ثورة الشعب التي زحفت لبيك يا ثورة الشعب التي زحفت تطهر الأرض من رجس المناوين. المناوين والمناوئين هم المستعمرين. لبيك يا ثورة الشعب التي انبعثت ولا انطلقت ولا زحفت تطهر الأرض من رجس المناوين. أنت الدواء، لا وش دايرين هم؟ أنت أكيد، أنت الدواء، أنت شكون؟ أنت الحل. ما هو الحل؟ أنت الدواء لشعب عز مرهمه. وأنتم على بالكم بلي المرهم هو الدواء. أنت الدواء لشعب عز مرهمه لطالما داؤه أعيا المداوين. أنت الدواء لشعب عز مرهمه لطالما داؤه ماذا؟ أعيا المداوين.
هذه معاركنا. شاهد الآن حضرنا المعركة. هذه معاركنا يا قوم شاهدة أن هجمنا على قوات غازينا. سألوا الفرنسيس، سألوا ماذا؟ سألوا الفرنسيس عنا. سقسيوا علينا الفرنسيس يوم نكبتهم. ما هو يوم نكبتهم؟ في الجرف، معركة الجرف هنا. سألوا الفرنسيس عنا يوم نكبتهم في الجرف كيف حصدنا منهم ماشينا. ايش معنى ماشينا؟ ماشينا، حصدناهم حصادا. وكيف فرد بقاياهم، شوف واش وصفهم بوصف، يا وصف الذل والخزي والهوان، هربوا الخوف وجبن. وكيف فرد بقاياهم مهشمة وقد أذيقوا من البلوى أفانينا فنون. غلطين البلوى وهو العذاب. وكيف فرد بقاياهم مهشمة وقد أذيقوا من البلوى أفانينا. يا وقعة الجرف، يا وقعة الجرف، يا تاريخ ملحمة كانت لثورتنا عزا ونصرا وتمكينا. قصيدة قوية جدا، ما رأيكم هذه القصيدة؟ ممتازة جدا. الآن سنحاول أن نقسم هذا النص إلى وحدات فكرية، ولكن التقسيم ليس كالمعتاد. يلا، في البداية، في البداية ماذا فعل الشاعر؟ عبر عن ابتهاجه بماذا؟ بانتصار في معركة الجرف. منين الوين؟ أيادير من واحد الرابعة. يلا اكتب من واحد الرابعة التعبير، اكتب فيه معليش التعبير بالابتهاج. هذا كتابي أنا، التعبير عن الفرحة بالانتصار في معركة الجرف. التعبير عن الفرحة بالانتصار في معركة الجرف. محمد شرب، اشرب قهوة خضراء، هذه عربية أصيلة، عربيكة مدقوقة في الدار ومقلية في الدار، والله العظيم تاع العزوج، والله تاع العزوج مقدسة. احنا عندنا القهوة كاش لي طيبها، لازم تدقيلها في الدار، تدق في المهراس تاع النحاس، ومن بعدها تطيب قهوة عربية أصيلة رائحتها تفوح من بعيد. والو هيا عقب لك. صح صح. الفكرة الثانية ما هي؟ من خمسة إلى أقرأ لي بيت صعب أشوفكم صح ولا لا. الله أكبر. صح، من خمسة إلى ثمانية. ما هي هذه الفكرة؟ عقم النضال السياسي من خمسة إلى ثمانية. الله يبارك. عقب المعيط عقبهم. عقم النضال السياسي، عقم النضال وليس النظام، نضال الضاد بدون إشالة. لبعدها من صار 12 ما هي؟ الافتخار بالثورة. بارك الله فيكم، افتخار بالثورة. زيد من صار 12 ثم صورة الجيش الفرنسي يوم معركة الجرف. الأبيات الأخيرة مريم عقبيلهم عندك تسعي عليك برك. صورة الجيش الفرنسي يوم معركة الجرف، صورة الجيش الفرنسي يوم معركة الجرف. الله يبارك. ما هو المستوى الذي أنتم فيه الآن؟ مش راكم لباس، راكم تستفيدوا. أظن أن المستوى الذي وصلتم إليه الآن مستوى يؤهلكم للحصول على نقطة لا بأس بها في الامتحان إن شاء الله. لباس بياك كذا، ما عارفين لباس بياك تحين. قاتلنا تركيز، لأن الباك عامل نفسي، الباك عامل نفسي. نقول لك مثال، الباك كل واحد هاز 20 مفتاح معلومة، 20 معلومة، ويجري عقابك كلب بارجي. راك معايا انت كي تلحق الباب تاع داركم كيف راح تفتح الباب مع الضغط النفسي؟ دخل المفاتيح ما يفتحوش، وراك دير في المفتاح الحقيقي وما يفتحش. علاه؟ لانك نفسيا تعود مقلق، المعلومات كاينه بصح واحد محضر قا شويه، عنده مفتاح واحد يعني معلومه واحده برك يطيح له في الباب. فهمتوني ولا لا؟
وبالتالي يا جماعة لا لا أنتم أكيد لازم نعامل نفسي. دائما أنصحكم كي تبدأوا كما قال الأستاذ بالربيع نبدأ بالبناء اللغوي. أنا أذهب إلى هذا المذهب. محمد بن أمين بالربيع هذا أستاذ قامة كبيرة بزاف. نذهب إلى البناء اللغوي نبدأ به. فهمتوني؟ من بعد كنريحوا شوية نرجعوا للبناء الفكري. كهذه نظن إن شاء الله فكرة. هيا يا جماعة. السؤال الأول ماذا يقول يا جماعة؟ السؤال الأول ما السبب الذي جعل الشاعر ماذا؟ يعبر عن فرحته في بداية القصيدة. من يجيبني؟ فضلي بغدادي. لحظة تفضلي. السبب الذي جعل الشاعر يعبر. اصبر 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 اصبر. تفضلي. السبب الذي جعل الشاعر يعبر عن ابتهاجه. اصبري عاودي ورفعي صوتك بيخرج صوت هنا. السبب الذي جعل الشاعر يعبر عن ابتهاجه هو في مطلع القصيدة هو هو انتصار الشعب الجزائري في معركة الجرف. زيدوا من زاد حاجة وتحقق الأمل لأن الشعب كان عنده أمل. أين قال ذلك؟ ماذا قال؟ تحقق الأمل. ماذا قال تحقق الأمل؟ ممتاز. تحقق الأمل المنشود الأمل المطلوب. جيد جيد. أنتم تعلمون أن فور معركة الجرف معركة فاصلة. أي معركة يعطيها لك تقول عليها وتعتبر معركة كذا وكذا معركة فاصلة في تاريخ الثورة. نكتب الآن. يلا نكتب الآن. أوراق إجابة موجودة أم لا؟ شكون اللي عنده أوراق إجابة إضافية؟ جيب لنا أوراق إجابة بسرعة من فضلك. إيش رجلك؟ اثنين. شكون اللي ما عنده أوراق إجابة؟ ثلاثة. جيب لنا ثلاثة. زيد. ربعة. أرفعوا يديكم ضربة واحدة ما تبدوش دير لي بالوعد. أربعة أوراق إجابة. الله يجازيكم. صلوا على رسول الله. الآن يتساءل متسائل فيقول أستاذ حبيت نسقسيك سؤال أستاذ الفيديوهات القصيرة كنت أنا سابقا ندير فيديوهات قصيرة هي صح الدروس ندير فيها فيديوهات قصيرة ولكن السجيات ما لا أرى ذلك مناسبا آولو فيديوهات قصيرة بطلناها لأنها لا يعني ربما تجيب لك نتيجة ولكن ليست النتيجة المرغوب فيها. حاب تقرأ تبع أقرأ حاب تقرأ فيديو هذاك تروحوا للدار تيليشارجيوه تفرج ديره في الشاشة تاعك ولا في هذه اسمعني ديرني اسم دخلني في حياتك دير نحل الموسيقى من التليفون تاعك وديرني في بلاصة الموسيقى. ما كانش أظهركم يا جماعة ما كانش في المخزن بعد نعوضكم بأوراق أخرى. يلا أكتب عندك البناء الفكري درتو السبب الذي جعل الشاعر أصبر تشوف أصبر الامتحان الثورة الجزائرية التاريخ 2016 الامتحان الثورة الجزائرية التاريخ 2016 الامتحان الثورة الجزائرية التاريخ 2016 شفتوا درت واحد الاسمه قلت لهم شكون اشهر تلميذ شفتوه ما سمعتهاش عياطه غاشي قاع يهضروا عليك وين لعلمكم عياطه ما عنده لا تليفون لا فيسبوك ما يعرف لا الانستغرام ما يعرف والو غريبة في 2022 تلميذ ما عنده لا انستغرام لا فيسبوك لهم يحزنوا بصح مشهور جدا بصح عيط انا تخلصني على الشهرة هذه الله صلوا على رسول الله. أيها هو السبب الذي جعل الشاعر يعبر السبب الذي جعل الشاعر يعبر عن بهجته يعبر عن بهجته في بداية النص هو الانتصار في معركة الجرف هو الانتصار في معركة الجرف العظيمة. نعم أعطينا عقبين أوراق شحال واحدة؟ الله يجازيك معليش نحتاج عقبين ثلاث أوراق عقبهم صافي تيرك يتخزني فيهم لليوم الموعود هذا نخلوا لها ورقة لزميلتكم هنا هو الانتصار في معركة الجرف جيد يقول الشاعر يقول زيدونا ورقة يقول الشاعر تقدر تسترجعي هذه رجوعا تفاونا تفاونا يقول الشاعر يقول الشاعر تحقق الأمل المنشود بين قوسين تحقق الأمل المنشود تحقق الأمل المنشود أفضل أن يكتب التمثيل بلون مغاير
تحقق. ها؟ لا لا الباك لا غير مقبول غير مقبول. لون واحد لون واحد على درجات. لون واحد على درجات. الأسود على درجات. أسود حمق رقق خشن سطر يلا. أو بأزرقين. يا أخي كاين أزرق شنايدر واحد أخر عادي صح صح. فاصلة فاصلة شوف تعلي الآن فراح نعلل. فهذه المعركة فهذه المعركة تعتبر محطة تاريخية فاصلة تعتبر محطة تاريخية فاصلة في تاريخ الثورة الجزائرية المجيدة محطة تاريخية فاصلة في تاريخ الثورة الجزائرية المجيدة حيث غيرت نفسية الشعب الجزائري وثبتت الأقدام الشعب الجزائري وثبتت الأقدام بعد أن زلزلت. أنتم تعلمون أن الشعب الجزائري سنتين بعد أن زلزلت سنتين من من الخوف وهذه الثورة اللي رانا درناها راح تنجح ولا مش راح تنجح ما هي نهايتها وفرنسا زايدة قد يعني استعملت جميع الوسائل الممنوعة دوليا صح. السؤال الثاني تفضلي. من الثقافة العامة ومن الدروس اللي قريناها لأن هذا الشيء قارينه من قبل. أي روح يعطينا ما دامك سأجاوبك على السؤال تاعك أقرأنا السؤال اللي بعده. يا حي ركبين نص واحد آخر. شعري ما أخذ كثير عن نظر سياسي. يعني ذكر ما أخذ ما معنى ما أخذ عيوب. ما هي عيوب النظر السياسي اللي تذكرها الشعر؟ صح ديري بالفلوريسون. عندك فلوريسون عندك؟ اللي رانا الحين ديرهم بالفلوريسون. صح أعطونا العيب الأول. لا لا ما زلت واحد قبلها. فما السياسة أجدت في مطالبنا؟ ديروها. ديريها. فما السياسة أجدت في مطالبها؟ قالك ما هي عيوب النظام السياسي التي ذكرها الشاعر؟ ما آخر هي العيوب السلبيات. أو وش قلتوا لي؟ زيد زيد. السياسة أوهام. السياسة أوهام. السياسة أوهام. السياسة أوهام. زيد. عرقلتنا عن مرامينا. زيد. مضيعة للوقت ضيعت الوقت ورا كاينة ضيعت الوقت لا لا دوك الان طول مباشره قال لك اعطيني الان دوك حنا نعاودو نصيغوهم على شكل مصادر ورؤوس اقلام ما نخلوهمش كما راهم يلا زيدوا اعطونا حاجه واحده اخرى. شتتت احرار وادينا. شتت احرار وادينا اي اوهنت قوى الجماعه. اوهنت قوى الجماعه. لا نحن نبداو نكتبوا الان. نكتب الان. نكتب الان. نكتب الان. صلوا على رسول الله. نبداو. اكتب عيوب النضال السياسي كما ذكرها الكاتب في النص. عيوب النضال السياسي وهذه العيوب هل هذه العيوب خاصة بهذا النص أم بنصوص أخرى؟ بل بجميع النصوص ما عندناش فعليها. عيوب النظام السياسي. السياسي كما ذكرها الشعر. هذه العيوب يا جماعة شفوا عليها شفوا عليها معناها ماذا بكم ديروها في هذيك هذيك اللي ما فين ديروها هذيك اللي تلصق ستيكي ستيكي نوت هذيك ولا شو اسمها هذه 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 يا جماعة كيف زعما تضحكوا على الشيخ تاعكم ولا شني ها ما نعرفهاش انا نعرفها بلي ملصقات هذه اي عبد الله شفت كيف عيط حقرونا لصق لصق في الـ في الـ في الـ في الاصبع اي صح. واحد مضيعة للوقت والجهد. درناها في المسائلة بصح احنا معمقين. على شكل عناصر. مضيعة للوقت والجهد. مضيعة للوقت والجهد. زيد. أوهنت قوى الجماعة وأحدثت فتنة. أوهنت قوى الجماعة وأحدثت فتنة.
قوى الجماعة وأحدثت فتنة. فتنة الأمتيال دي، عرفوا الأمتيال دي؟ حركة انتصار حرية ديمقراطية. تقسموا لي سونتراليست ولي ميساليست، معروفة القضية صح؟ زيد أرجع للسر. أثبتت عدم جدواها وعقمها، أثبتت عدم جدواها وعقمها طيلة عقود، ثلاث عقود من الزمن أو أربعة. أثبت عدم جدواها و 1902 وقيل، الله أعلم الله أعلم. صحيح. فات 40 سنة. أوكي. لا لا، قدرنا نضل السياسي في العشرينيات مع مصاري الحاج. صح. قدرنا درنا واحدة، قدرنا درنا واحدة. ثلاث. زيدوا واحدة، زيدوا خمولي في واحدة. جيد. عرقلت مسار الثورة. يعني الثورة مش عرقلت مسار الثورة، كي انطلقت نورمال وتبدأ الثورة مسبقا، ولكن العمل السياسي أعطى أمال ليست في محلها، وأمال وعود كاذب. جيد. عرقلت مسار الثورة، ولا عرقلت التوجه نحو الثورة. ها؟ دستور 47. لا علم لي به، ولكن أنا قريتوه، تقرأ عد منير. مانيش فاه. لا أرود. لا. باش يخفوا الشعب الجزائري. بيمتصوا الغضب. بارك الله فيك. سأطلع عليه لأن عما قريب. قانون خاص. السؤال اللي بعده. قالك على حسب الجماعة، قالك فرنسا دارت دستور 47 باش تمتص غضب الشعب الجزائري وتهدي الأوضاع. رانا في الأدب، ما تخرجوناش من الأدب. الله يجازيك. جيد. السؤال اللي بعده. هل توافق إذا قال لك رأيك، أنت تعلم أن الرأي هو الموافقة أو عدم الموافقة، هل توافق أن النضال السياسي كان عقيما؟ هل أنتم مع النضال العسكري؟ طبعا. اكتب عندك با مع التعليل أكيد. تفضلي. سماح. فلو كان النضال السياسي أجدل فأنت كانت الحرية. جيد. زميلتكم قالت كلام جميل، قلت لكم يا جماعة، لو أن النضال السياسي أتى أكله وأتى بثماره لتحررت الجزائر. قبل فهمتوني؟ ولكن للأسف وصلنا إلى ما لا تحمد عقباه. أي يلا نكتب الآن. أنا أوافق الكاتب في عدم جدوى النضال السياسي. أنا أوافق الكاتب في عدم جدوى النضال السياسي. أكيد. أنا موافق جدا. أنا أوافق الكاتب في عدم جدوى النضال السياسي. نعود إلى سطر التعليل. كما قالت سماح أشفوا على الاسم جيدا. أشفوا على الاسم جيدا. بو جابر سماح، أشفوا على الاسم جيدا يا جماعة. رانا ننتظر والله يا سماح. هاني درك باش تديني الكلب. أشفوا على الاسم. نروح. صافي راكم دايرين القلب. سنرى يا سيدي، إن شاء الله سنكون جد سعداء. هيا روحي. لا أقول لكم أشفوا على الاسم للتاريخ، ليس البكالوريا. بكالوريا ما هي إلا محطة من محطات الحياة. أنا جبت الباك بعشرة من الناس. بكالوريا ما هي إلا محطة من محطات الحياة، تفتح لك أبواب. ولكن العمل بعد البكالوريا والاجتهاد والجد والمثابرة وما تستطيع أن تكونه وما ترى نفسك بعد 5 سنوات أو 6 سنوات، هذا قصة. أما البكالوريا ما هي إلا محطتك عاقب، ثم قاعرك في الجامعة إن شاء الله العام الجاي. هم كاين في الجامعة ومزلوجوا، لأنه عرف كراع الجامعة، عرف فهم باللي الجامعة لازم. شكون يجيب الباك؟ عندنا جيب باك، جيب الباك. زيد شكون جيب باك؟ جيب الباك. يعني راحوا الجامعة شافوا جو، عاودوا ولاو بيحقوا الهدف اللي راهم راسمينه ويحقوا الحلم تاعهم. ربي معكم إن شاء الله جميعا. صح. التعليل. فلو أثبت النضال السياسي جدواه على مر سنين، فلو أثبت النضال السياسي جدواه على مر السنين لكانت الجزائر اليوم، عفوا، لكانت الجزائر آنذاك تنعم بحريتها. فلو أثبت النضال السياسي جدواه عبر السنين لكانت الجزائر آنذاك تنعم بحريتها. تنعم بحريتها. لكانت الجزائر آنذاك
تنعم بماذا يا جماعة؟ بحريتها. سؤال موالي. نعم أنا صبر. يا جماعة في رأيكم بما اقتنع الشعب الجزائري في نهاية اقتنع بضرورة الثورة، ما دليلكم على ذلك من النص؟ ما من النص؟ لا جيد اصبر، هذه قاع ظهور هذه تفضلي. وآمن الشعب أن المجد تصنعه بالاتحاد ورشيد علي. إذن قبل ما نروحوا لهذا البيت لأننا نعتبره تمثيل، بماذا آمن الشعب الجزائري قبل؟ بعقم النضال السياسي. آمن الشعب بماذا؟ بعقم النضال السياسي. بعقم ماذا يا جماعة؟ جيد. السؤال الثاني أو الشق الثاني من السؤال، إلى ماذا قادته قناعته؟ إلى تفجير إلى تفجير ثورة انتصر فيها فيما بعد. هيا نكتب الآن. ألف، ما رقم السؤال رجان؟ ثلاثة ألف. اقتنع الشعب الجزائري بعدم جدوى النضال السياسي، بعدم جدوى النضال السياسي وعقمه با أحسس أصبر نسيت ها أحسس نسيت تمثيل ها في العبارة ديركت في العبارة وآمن الشعب أن المجد تصنعه بالاتحاد والرشاش، وأيدينا مش أيدي الناس، أن المجد تصنعه، المجد ولا النصر شو قايلينه؟ المجد تصنعه بالاتحاد والرشاش ماذا؟ أيدينا. حاجة مظبوط. إحنا رنا للأسف رنا نقتبس من النص كما هو، لا نستطيع التغيير إلا إذا قلت تقول على حد قول الشاعر معناها انت حابب موظيفي يمكن ذلك بالاتحاد والرشاش ايدينا وليس ايدي الناس. والنا هذه هي الان النا هذه ماذا تثبت؟ تثبت ماذا؟ الالتزام. تثبت الالتزام وحتى امن الشعب تثبت الالتزام لان هذا هو الحل. انه ماذا؟ هذا هو الحل. إلى ما قادته قناعته ب قادته قناعته إلى تفجير ثورة عظيمة. قادته قناعته إلى تفجير ثورة عظيمة أتت على الأخضر واليابس. فعلا عظيمة أتت على الأخضر واليابس. جيد صح. انتهى السؤال. بعد ماذا يقول؟ ما هي الصورة التي رسمها الشاعر لجيش فرس؟ تفضلي هي ما هي الصورة؟ صورة الهزيمة، صورة الخوف، الفرار والذل والهوان. صورة ماذا؟ صورة مخزية لأعظم جيش استعماري في العالم. صورة مخزية لأعظم جيش استعماري في العالم. إذن رسم الشاعر صورة الخزي والعار للجيش الفرنسي الذي كان يعتبر أعظم جيش آنذاك. الخزي والعار للجيش الفرنسي الذي فر هاربا من ويلات المعركة الذي فر هاربا من ويلات ماذا؟
وفنون العذاب. المعركة وفنون العذاب التي ذاقها. قالها في البيت بيت 14 وقد أذيق من البلوى أفنين. البلوى هي العذاب، أفنين يعني فنون. رجعناها لهم ذاك النهار، احنا ذوقناها مش ذوقونا، فهمتيها؟ ذاقوه وشربوا من الكأس التي أشرب منها الناس على مر قرون. ها؟ نعم، فعلوا الأفاعيل. هيا روح. خلاص. صح، السؤال بعد. هيا انتهى السؤال بعد، وماذا يقول؟ التصميم كما تعلمون بفكرة عامة وأفكار حسية. أكتب دراسة أفكار الناس كما تعلمون. كما تعلمون، كما تعلمتم. العنوان ماذا يقول؟ دراسة أفكار النص. يلا. نعم. ألف الفكرة العامة. شكرا. من يحدثني عن الفكرة العامة النص؟ تمجيد وفخر الشاعر بمعركة الجرف والثورة الجزائرية وبين صورة شعب. أيك تمجيد الشاعر. درس أفكار النص. تمجيد الشاعر فكرة العامة. تمجيد الشاعر لمعركة الجرف والثورة الجزائرية ورسم صورة الجيش الفرنسي. تمجيد الشاعر لمعركة الجرف والثورة الجزائرية ورسم صورة الجيش الفرنسي. صورة الجيش الفرنسي. انتهى. ب الأفكار الأساسية ولا الأفكار الجزئية إذا أردتم. أفكار الجيش الفرنسي. أفكار أساسية إذا حبيت والأفكار الجزئية دبر راسك. يلا الآن ننتقل إلى من بيت واحد إلى البيت أربعة. من البيت واحد إلى البيت أربعة. يلا. ها؟ وين الشيخ؟ راح في الكروسة. لازم واحد يطلع يجيب ما يكونش المفتاح. ما عنديش في الغرفة والدار. غرشوا خرجوا. شوف شو ما عنديش. شوف ثم التعبير عن ابتهاج في معركة جرف. من البيت من بيت واحد ربع. من بعد من البيت خمسة إلى ثمانية. وش عندنا؟ التعبير عن ابتهاج بالنصر في معركة جرف. التعبير عن ابتهاج بالنصر في معركة الجرف. مش بشرط. لا بشرط. شنو بشرط أخاه؟ ضروري. أو ضروري. من البيت. لا. جامي. ولازم النص لازم ما تكونش فيه الوحدة العضوية ثاني. ما تقدر تقسميه. وفي أغلب الأحيان يكون الشعر سياسي بركة. فهمتني؟ من البيت خمسة إلى ثمانية. من البيت خمسة إلى ثمانية. عقم النضال السياسي. من البيت خمسة إلى ثمانية. عقم النضال السياسي. من البيت تسعة إلى 12. من البيت خمسة إلى 12. لا لما تابع. لا تابع الأول. تابع الأول. في رأي هذه هي روح خاطر بدي يحكي السياسة من البيت. من 9 إلى 12 الافتخار بالثورة الجزائرية. 9 إلى 12 الافتخار بالثورة الجزائرية. ومن بعد شو قلنا؟ رسم صورة الخزي للجيش الفرنسي. من إلى 13 إلى 14 رسم صورة الخزي. من 13 إلى 15 عفوا رسم صورة الخزي للجيش الفرنسي. يوم معركة الجرف. أكيد يوم المعركة هذا
اليوم الموعود. لازم ضروري يجل كيف قسم لازم صاع سولي بعده ها يلا سولي بعده النمط غالب عنه جماعة درس النمط قبل ولا واش نبدأ بالنمط ما النمط غالب على النص أكيد نمط وصفي النمط الغالب على النص نمط وصفي النمط الغالب على النص نمط وصفي يا روحي النمط الغالب على النص نمط وصفي أكيد دراسة النمط هذا أمر مفروغ منه النمط الغالب على النص نمط وصفي التعليل لأنه يصف الثورة الجزائرية وصورة الجيش الفرنسي يوم المعركة لأنه يصف الثورة الجزائرية أعطني وصورة الجيش الفرنسي يوم المعركة وصورة الجيش الفرنسي يوم المعركة التعليل هذا التعليل المؤشرات الآن نبدأ المؤشرات لو شعدنا الآن نبدأ بالصفات يا أخي قلت لكم أفعال مضارعة نؤخرها نظرا لوجود جدل نظرا لوجود جدل حول الأفعال المضارعة نؤخرها تركوا اي ديروا ما ديروهاش كاع سيدي ديروهاش ها مادام كاين جدل حول الافعال المضارعه ما ديروهاش يا سيدي ما ديروهاش ما ديروهاش هما ثلاثه معليش دير لي الصفات تاعت الصور بيانيه تحت الجمله الاسميه ستفهم الصفات صور بيانيه الجمله الاسميه الصفات الصور بيانيه الجمله الاسميه أعطونا بعض الصفات الحيران يقول ليش الحيران الحيران زيد اكتب الحيران المنشود المنشود الحيران المنشود مضللة فيها بركة الصور بيانية نقدر نأخذ تاع السوجي كما علمتكم إن السياسة أوهام أن المجد تصنعه أيدينا أن المجد تصنعه أيدينا إن السياسة أوهام أن المجد تصنعه أيدينا أن السياسة أوهام ما هي؟ استعارة تجبيل بني أن المجد تصنعه أيدينا؟ تصنعه استعارة نعم نعم هيا روح جمل إسمية هذه معاركنا أنت الدواء هذه معاركنا أنت الدواء الله أكبر لمن يعتقد أن الجمل الأفعال هي اللي تجيب له برك النمط وهو غالب لازم الجمل الإسمية والصفات ما عليش أفعال تحدد لك تعاونك بصح ما تروحش معها بعيد أنا تكلمت قلت بأن الأفعال المضارعة تعاونك بصح مش دائما ما تسيحش فيها صح أنت الدواء من يلخص النص من يلخص النص النصوص المتبقية موجودة هنا الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى النصوص كثيرة موجودة هنا احنا حلينا مجموعة هائلة من النصوص ولكن النصوص المتبقية لازم تزيدوا تحاولوا فيهم في الدار لأن النصوص مهمة جدا وتلتزم بالمنهجية الدقيقة البكالوريا حتى تحصلوا بها على علامة كاملة موجودة هنا في الكتاب الأصفر ولا الأخضر صح يلا التلخيص شكون يلخص أعطونا متطوع بناء على أسئلة بناء الفكري يقدر يتطوع يلا هيا هيا بغدادي تطوعي بناء على أسئلة بناء الفكري لخصينا رجعينا الضمير أصلي للنص وجري من يجيب من يحاول يلا بغدادي حاولي نحاول أنا نحاول تحسوني نحاول صح نحاول أثبتوا جبنكم وارفعوا أيديكم الجبان يرفع يده قولي ما نحاولش واحد ما رفع يده خلقنا رجال ما قاليش ارفعوا يد قال ما نعرفش ما نحاولش وانا نحاول حاب ارجع وعطاها ها هاكي بديتي بداية موفقة روحي نعاونكم عبرش ما نقولوش عبر الشعر نقدر نقولوا عبر الشعر بطريقه اخرى دبر راسك دبر راسك نحو الشعر تحبوا تنحوها تحبوا ما تنحوهاش الشعر معليش اه روح لقد فرحنا فرحا شديدا ب
بانتصارنا في معركة جرف. جيد. ولقد آمن شعبنا بماذا؟ بأن نعاونكم. نعطي لكم الكلمة يا سيدي نعاونكم ولآخر مرة نعطي لكم الكلمات مفتاحية. لقد فرحنا بانتصارنا في معركة جرف. جيد جيد. بعدما آمن بأن ما لأن السياسة أوهام ولم تحقق ماذا؟ المطالب المرجوة. فجاءت ماذا؟ فجاءت ماذا؟ حاجة جاءت بدلتنا تاريخ تاعنا. فجاءت ثورتنا البوصفة بالكبرى بحلولها لأنها الوحيدة ولا لأنها الحل الوحيد للحل. واسألوا عنا من؟ فرنسا. يوم كيف ماذا فعلنا؟ كيف هربوا؟ كيف فروا؟ وقد ذاقوا وبال أمرهم ولذاقوا فنون العذاب. سهلة ولا صعيبة؟ سهلة ولا صعيبة؟ أرفع يدك اللي قلت سهلة. سهلة ولا صعيبة؟ سهلة ولا صعيبة؟ هي شوف الكلمة انتم راه المشكل تاعكم وين؟ راه في الكلمة الأولى ومن بعد تنطلق. المهم تبدا بالفعل. دبر راسك ابدا بفعل اسم بحرف. مش شرط هذا باش نقرا. سهى مش شرط. سهى تفضلي نسمع سهى. عاودي. ابتهاج الشعب الجزائري بإيصال صوتهم لأنحاء الوطن والدين. ما قاليش نقرب لك الميكروفون ما تخافيش. هيا روح اصبر اصبر روح تفضلي. ابتهاج الشعب الجزائري بإيصال صوتهم لأنحاء الوطن واندلاع الثورة ولما فشل النضال السياسي في تحقيق ما يطالبون به الجزائريون من استقلال واسترجاع السيادة عزم الشعب المجاهد على اقتداء بالعمل المسلح أي أن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة. وفي معركة الجرف الشهيرة تم الدفاع عن الأرض سحقنا الجيش الفرنسي الذي فر هاربا خوفا منا. الله 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 وش جيد. دارت خطأ واحد تقول لي القال خطأ هذا ما حافظتش على الضرب فقط ولكن إن شاء الله تدي العلامة الكاملة ممتاز. ما عليش ما عليك نعطوا لها العلامة الكاملة. ما هي دارت خير وقصيدة بصح مليحة. مليحة اللي يقول مش مليحة يرفع يده. شكون اللي عنده انتقاد؟ اللي حاب يهدر يأتينا بالبديل. ما عندكش البديل خيط فمك. اللي عنده البديل يرفع يده. ما كاش بديل. نذكر الأسماء ولا الألقاب؟ مريم قداح عندك البديل ولا ما عندكش؟ ما عندكش. زيد نذكر واحدة أخرى ولا ما كان لها؟ هيا ما لسوا علينا خيط فمهم. صلوا على رسول الله. هيا نكتب تلخيص الآن. التلخيص تاعك كان ممتاز جدا. كان ممتاز جدا. في بعض الصح هايلة كتلميذة ممتازة ما شاء الله. ما تخافيش قاع هيا اكتب بيت. لقد ابتهجنا خلي الفراغ هذاك. لقد ابتهجنا بانتصارنا العظيم في بانتصارنا العظيم وتحقق الأمل المرجو بعد طول انتظار. لقد وش كنت أقول هذا وين؟ لقد ابتهجنا بانتصارنا العظيم وتحقق الأمل المرجو بعد طول انتظار. وقد آمن شعبنا به فلا سبيل للحرية غيره فالسياسة مضيعة للوقت والجهد فاصلة. وثورتنا الكبرى هي الحل الوحيد لنيل الحرية. واسألوا عنا الفرنسيس كيف أذقناهم صنوف العذاب
واسألوا عنا الفرنسيس كيف أذقناهم صنوف العذاب في موقعة الجرف. كيف أذقناهم صنوف العذاب في موقعة الجرف؟ صنوف العذاب في موقع في موقعة الجرف في موقعة الجرف. انتهى. فيها بركة فيها بركة. صنوف العذاب في موقعة الجرف. ها لبس به لبس به. بناء لغوي الآن. بناء لغوي. هيا شكون يدرسنا حقل الدلالي يرفع يده. من يدرس حقل الدلالي؟ حقل الثورة. كيف نكتبو؟ اكتب دراسة حقل الدلالي. لا لا مليح مليح حيل. راه الفكرة النص شارجي. راه الأفكار بزاف. دراسة حقل الدلالي. تنتمي الألفاظ المقترحة إلى حقل الثورة. أعطوني الألفاظ أعطوني نتبع فيكم أنا. اتحاد رشاش. خلاص. تنتمي الألفاظ المقترحة إلى حقل الثورة. سطر على حقل الثورة. سطر عليها. سطر على حقل الثورة ولا لونها ولا دبر راسك. لحقل الثورة. هيا روح هيا. صح اللي بعد هيا. وظف الشاعر ضمير المتكلمين في معظم أبيات القصيدة. وظف الشاعر ضمير المتكلمين في معظم أبيات القصيدة. كملي. العائلة هو بين دورة. جيد ماذا سنكتب؟ نحن. عنوان تاعنا شو هو اليوم؟ دراسة الضمير. نكتب دراسة الضمير. الضمير من هو؟ نحن. على من يعود؟ دراسة الضمير. اكتب الضمير. دير فلاش. نحن تحت هذه العائده دير فلاش الشعب الجزائري ما بعد قالك اسمع الدور دور جدير هنا في تساق نص من خلال بون مادام قالك الضمير نحن لازم تقول وإبراز ظاهرة الالتزام يعني وصيتكم عليه اشك فوا وكان يقولك ضمير انا تقول وإبراز النزعة الذاتية بس كود الزوج بالذات حالة خاصة مش كيما الاخرين هي دوره يساهم في اتساق النص من خلال الربط والإحالة يساهم في اتساق النص من خلال الربط والإحالة وإبراز ظاهرة الالتزام وإبراز ظاهرة الالتزام أروح النوار يروح شوف راني مضبب ولا لا صدد لي كرونيك وقيل راني مضبب راني حاس راح مضبب صدد لي كرونيك شوف إبراز ظاهرة الالتزام وهنا راني مضبب ولا لا صافي مليحة هيا خلاص هيا شكرا السؤال اللي بعده ماذا يقول ولدة البيتين ثامن لا داع هذا السؤال خاص بالأدبين سؤال ال عارفينه ولا ماكش عارفينه ما قريتلكمش ما قريتلكمش وش عليه وش عليه سمعنا جاي نقري لكم على المنفى والحزن وش عليه اقصد اوقات اوقات شني جمع قلة جمع قلة افعال ومفاعيل ومجانين ومعارك لا لا خطيك ايه العلميين يشطبوا على هذا السؤال واللغات يشطبوا على هذا السؤال ما يحتاجوش السؤال الموالي يلا شوف اعراب انا نخير انا نخير اصبر قولي ايش غنى اصبر اصبر اصبرني انا نخير واي واحد حط راسه راح نخير وارفع راسك خير لك والله تحط راسك ولا تدخل تحت الطاوله انا ما نتفاهمش معك تفضلي غنى فعل ماضي ظهرك طاحت في السهله فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهورها تعذر هيا اكتب غن اكتب اعراب مفردات قبل درتوا اعراب مفردات هذه دائما جايحه كاين اللي بيجيبوها شيخ شنو جايحه لا لا الضغط راه الضغط يلعب دور هاني قلت لها غنى قالت لك ثقل ما قري سهله هي غلطت علاه لان الضغط يلعب دور لانني انا خيرتها مباشره غنى فعل ماضي مبني على الفتح الفتح المقدر فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر زيد تفضل مهشمة روح حال منصوبة شكون اللي قال صفة أين موصوفها وراء الموصوف هو الجيش معرفة وهي نكرة ها قلنا لا 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 الصفة ما كانش بالصح ما تبانش لازم تقولي لي الصفة تتبع الموصوف تعود نكرة قبلها نكرة هذه مبينة للهيئة وزيدها وقال لك كيف يعني
مهشبة حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. أي حال؟ حال منصوبة. حال منصوبة. حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. الجملة الأولى أين هي؟ ديرها بالفلوريسون. ديرها بالفلوريسون. حطي صبعك عليها اللي راح عندها اللي راح تصور. وديرها بالفلوريسون كذا باش تبان. شوفي. والأول الجملة على من تعود؟ الشعب. وراني قال نعت وراه فارسية نعت أو نكرة الشعب. تعود على الشعب وشعب ماذا؟ نكرة. إذن جملة فعلية في محل جر نعت. جملة فعلية في محل جر نعت. جملة فعلية. لا 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 لا. جملة فعلية في محل أنت الدواء. الدواء هو خبر أنه وراها وراها أنا وش دخل أنا؟ مش أنا أنت راها خطأ. أنت مش أنا غلطنا دوختنا. جملة فعلية في محل جر نعت. يلا صح. الجملة اللي بعدها شينا. شينا كيف عرفت وصلة موصول؟ ما موصولية. ديريها ثم شينا وش كان قبلها؟ ما ما شينا قبلها ما صلة موصول لا محل لها من الإعراب. صلة موصول لا محل لها من الإعراب. كل عمد هذه تعمل. صلة موصول هي معروفة معنا من أشهر الجمل المعروف. شيخ الجملة الأولى شنو جملة فعلية في محل جر نعت. جر نعت. نوع الأسلوب الغالب على النص. ما الأسلوب الغالب على النص؟ خبري. واللي قال الأسلوب الغالب على النص إنشائي. مش عارف. ما نقولوش عليه. مش فاهم. لأن الأسلوب الغالب إنشائي جام يغلب إلا في النمط إعازي. هنا نمط باين بلي هو مستحيل. اذا الاسلوب غالب بصح شوف واش قال لك معاه. ما غرضه ما غرضه الغرض مش تعليل الغرض غرض مش تعليل غرض مش تعليل غرضه الفخر والتمجيد. غرض بلاغي مش تعليل. ما قالكش علل قالك غرض بلاغي واضح. كاين خدعه في هذا السؤال. هو راه مشكل بصح باينه واضحه. اذا الاسلوب الغالب دراسه الاسلوب. يلا معليش معليش دراسة أسلوب. الأسلوب خبري. ألف الأسلوب خبري. باء الغرض الفخر والاعتزاز. أسلوب غالب خبري الفخر والاعتزاز. يسألني سائل فيقول شيخ كيف نتعلم المنهجية؟ أكبر حل أكبر عدد من النصوص مع الصبر. الصبر يا جماعة. واعتماد المثلث الثاني الحكم. واعتماد المثلث الثاني الحكم تمثيل وتعليل. مثلث برمودا. أهم. ها؟ بارك الله فيك. مثلث ذاك يصح في الشعر ولا في النثر؟ في الشعر. أما النثر في الإجابة تكون. التعليل بزاف نثر. بارك الله فيك. شكون اللي يشتي الشعر؟ من لا يحب الشعر فهو ليس مني ولست منه. شكون اللي ما يحب الشعر؟ صحيح. علاه؟ يلقى روحه في النثر الشعر. قال لي يلقى روحه في النثر. وأسرار النثر جميلة جدا. ويرجع للسطر يدير الصور بيني. يلا بسرعة دراسة الصور بيني. نكتب الصورة الأولى. نكتب الصورة الأولى. نكتب الصورة الأولى. من يتطوع؟ أين القرينة؟ تصنعه. أين المشبه؟ المجد. الشيء الذي يصنع هي أشياء كثيرة. مشبه به مفتوح. أي أكتب المجد تصنعه. كتبتها المجد تصنعه. أكتب الآن ذكر المشبه. نوعها استعارة مكنية. عفوا استعارة مكنية. نوعها استعارة مكنية. شرحها شرحها ذكر المشبه بين قوسين ماذا؟ المجد. ذكر مشبه بين قوسين ماذا؟ المجد. وحذف المشبه به بين قوسين الشيء الذي يصنع. الشيء الذي يصنع ما كان القاطو الحلويات اي حاجه. اذا كان هو يقصد بايدينا فانه اعتقد انه ما دام نرنا في البقلاوه قلب لوس اي شيء. وترك القرينه. وترك القرينه بين قوسين تصنعه. في رأيكم هل هذا تشخيص أم تشخيص؟ تشخيص.
تجسيد. 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 إذن بلاغتها. بلاغتها. تجسيد المجد. تجسيد المجد. في صورة شيء يمكن صنعه. تجسيد المجد في صورة شيء. في صورة الشيء الذي يصنع. الصورة الثانية اكتب الصورة اثنين. تشبيه بليغ هذه. شكون اللي قال تشبيه بليغ؟ جيد. يقول اشرح. نعم اكيد راح يشرح. أين المشبه؟ نواري. السياس. السياس أين المشبه به؟ على وهم. وعذف الوجه والأدب. ناسي عندها زهر. شفت كيف؟ سعيات تعطيها اللي قال. ها؟ مطابقة بين السياس والأوهام. يمكن القول المطابقة بين السياس والأوهام في تشبيه بليغ فقط. أي أكتب بين الصورة إن السياسة أوهام. إيه إن السياسة أوهام. آمل أنكم تستمتعون. لا بأس يا أخي. حتى واليوم راني حقرتكم شوية. وعايرتكم هدا معاير. لأنكم ما حبيتوش تشاركوا. وامتنعتم عن التصويت لصالح هيئة الأمم. ما رفعتوش قاع أيديكم. وراكم عارفيني هنا كيف نزعف. إذا نوعها تشبيه بليغ. ما هو؟ نستطيع ذلك. تشبيه بليغ شرحها ذكر المشبه بين قوسين السياسة والمشبه به والمشبه به بين قوسين أوهام وحذف الوجه والأداة. ها؟ مازال سؤال مهم تقويم النقدي. بلاغتها كما قال سي عياطة محمد إن عفوا المطابقة بين السياسة والأوهام. تحبوا ديروا تجسيد فلكم ذلك. بصح سياسة مطابقة خلينا نجربوا المطابقة بين السياسة والأوهام. بين لنا التقويم النقدي. أين هو السؤال؟ لا تشرح القيم لا تمثل لا تعلل. التقويم النقدي يعطونا متطوع يدير لنا مقدمة. هيا يلا بغداد يدير لنا مقدمة نعاونك. أعطوا الهدوء أعطوا الهدوء. الكالم رجال. يعتبر الأدب العربي في العصر الحديث من أكثر العصور تطورا من ناحية الموضوعات الأدبية والظواهر النقدية من بينها الثورة الجزائرية. فما هي أهم القيم التي تبنتها الثورة الجزائرية؟ جميل جميل. اسمعوا الآن قلت لكم زميلكم يعتبر الأدب العربي الحديث من أكثر العصور الأدبية تطورا من ناحية تنوع الألوان الأدبية والأجناس والظواهر النقدية وتعتبر الثورة الجزائرية من تلك الموضوعات سياسي والالتزام من تلك الموضوعات. فيا ترى ما هي القيم التي تبنتها الثورة الجزائرية؟ هذه المقدمة علمتها لكم ولا ما علمتها لكمش؟ وأنا لا أغفر هذا. تقرأ تخلص معايا مش أنا كي راني تشوفوا فيا نتناسى ولا ما نكتبش مقدمة تقويم نقدي. هذا راه تقول معليش الأستاذ راه قال كي تقول لك راه سمح لنا ما نكتبوهاش. لا ما سمعتش. هيا روح هيا اكتب. أعطيني السؤال قبل القيم. نكتب القيم التي تبنتها الثورة الجزائرية على شكل عنوان. ها هي المصيبة. القيم التي تبنتها الثورة الجزائرية اكتب القيم. بصح شوفوا واحد السؤال. القيم التي تبنتها الثورة الجزائرية. شوفوا واحد السؤال. شوف هنا قال لك القيم الإنسانية. حذاري أنك تكتب قيم إنسانية وحدها. اسمعني باهتمام شني. قال لك في السؤال القيم الإنسانية عندك تكتب قيم إنسانية وحدها. عندك تكتب قيم إنسانية وحدها. عندك جميع القيم. هل عينك تكتب قيم إنسانية وحدها. اكتب رفض الظلم والهوان. اكتب رفض الظلم والهوان القيم التي تبنتها الثورة الجزائرية. رفض الظلم والهوان. العدل والمساواة. المساواة. تقديس الحرية. تقديس الحرية. التضحية والبطولة. والبطولة. نكران الذات. الفخر بالوطن والاعتزاز بأمجاده.
قال لك كملوا لي السؤال، قال لك مبين، قال لك اعطينا شواهد ولا واش قال لك؟ يا اخي وصيتكم قلت لكم باللي دائما راه يقول لك اعطينا شواهد. ابيات شعريه، هيا اعطونا ابيات شعريه، نعطيكم البدايه وقولوا لي واش دور واحكم. هذا نفم عود، هذا قم وحي واذكر معليش، إن الجزائر في الوجود رسالة وربك وقع. يقول شاعر يا أيها الشعب أنت الحسام الصارم البتار. معليش معليش، جزائر يا لحكاية حبي ويا من زيد. يجمع الأبيات هذه ربعة لازم تحفظهم، ربعة على الأقل. أتمنى لكم التوفيق، صح فطوركم صح رمضانكم صح سحوركم، وبارك الله فيكم.